السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة الأيام المباركات أيام ليلة القدر إن شاء الله، وربنا كده يعود علينا بشهر رمضان باليمن والخير والبركات. طبعا تعادل الزمالك مع بيراميدز، ولكن الأهلي يفرط في هذا التعادل ويخسر من غزل المحلة بهدف نظيف لأشرف السيد في مباراة مثيرة في استاد غزل المحلة الرياضي. طبعا زعيم الفلاحين نادي غزل المحلة طبعا بعبع الأهلي والزمالك من سنوات ماضيات، وطبعا المحلة طبعا له رأي آخر ما بين فرق الدوري، وهو الوحيد الذي فاز على الناديين الكبيرين النادي الأهلي ونادي الزمالك. طبعا كابتن خالد عيد عامل توليفة جيدة من اللاعبين وأداء جيد أمام النادي الأهلي، واقتنص ثلاث نقاط مهمة في مشواره في جدول المسابقة. معي طبعا في الاستوديو في الفقرة الأولى الكابتن صلاح عاطف المدير الفني لقطاع البراعم بنادي أبو قير الرياضي. أهلا وسهلا كابتن صلاح. ازيك كابتن أحمد، كل سنة وأنت طيب والله. الحمد لله تمام. ومعي اللاعب الجميل اللاعب إسلام أيمن اللاعب المحوري اللاعب المميز لاعب الفريق الأول بنادي أبو قير الرياضي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. الحمد لله. طبعا في البداية كابتن صلاح عايز أتكلم عن قطاع البراعم بتاع النادي أبو قير الرياضي، وطبعا انت يعني مخطط لايه وماشي ازاي، وهل بدات اختبارات ولا لسه في بدايه بعد العيد ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله، متوكلين على ربنا ان شاء الله باذن الله عاملين حاجه كويسه السنه دي، ان مش حكايه ان هي استثماري او الفلوس، احنا هنستثمر في لعيبه بس الاختيارات هتبقى من الملعب، لعيب الكره فقط بس اللي هنختاره. تمام كويس. ده اول بدايه. ثانيا ان احنا طمعانين ان شاء الله باذن الله في بطولات للبراعم، مش هنسمح بمركز تاني ان شاء الله باذن الله. في لعيبه موهوبه كتير في الكره والريف، هي دي اللي انا هشتغل عليها في الاكاديميات. ليا اصدقاء واصحاب واخوات كتير جدا عندهم اكاديميات كويسه، عندهم مواهب مدفونه في الريف والقرى والنجوع. في كمان مدام فاتن المنسقه للعلاقات العامه في النادي والمشرفه على القطاع معايا الاداريه، ان شاء الله باذن الله تعمل شغل على لعيبه شمال سينا. طب بالنسبه للاعبين المميزين بدات بالفعل ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله احنا عندنا اختبارات غدا بكره ان شاء الله باذن الله. فين عشان نوع عنها في البرنامج؟ في محافظه الدقهليه المنصوره مركز السنبلاوين باذن الله، عند الاخ الصديق المحترم طبعا كابتن شريف السيد. تمام. عنده مجموعه لاعبين كويسين جدا. انت عايزين بكره اختبارات اكاديميه الابطال، اول اختبارات طبعا. ان شاء الله بعد العيد، وهنأجل ان شاء الله باذن الله الشغل اللي بعد العيد، واختيارات بكره برضو على نسق معين لان في صيام وحاجات. فممكن يعني مش هيبقى في اختيار اول البدني، لكن هي مناسك استلام وتسلم كوره حاجات معينه نشوفها في اللاعب. ان ده خامه لعيب الكوره فقط. تمام كابتن صلاح. قول لي كده اسلام، يعني انت بدات كلاعب فريق اول مواليد 98 تقريبا؟ 98. بدات فين ولعبت فين بقى؟ انا بدات اول بدايتي كانت في نادي شهر درجه رابعه منطقه الدقهليه تحت قياده الكابتن محمد غباشه ومزهى غباشه. لعبت سنه مع الناشئين وصعدت فريق اول السنه الثانيه. ساعتها ما حصلش توفيق السنه دي واتنقلت لنادي بطره، لعبت معاهم سنه، وبعد كده فضلت بقى حصل ظروف اصابات وكده وفضلت سنه بدون لعب كره. بس انت جاهز هذا الموسم؟ انا جاهز هذا الموسم، وشرف كبير لي ان انا انضم لنادي ابو قير، وان شاء الله اقدر احقق لهم نتائج ان شاء الله. معي طبعا مداخله هاتفيه من الكابتن محمد عبد الله المدير الفني بنادي الانتاج الحربي لمواليد 2006، اللي صراحه عامل شغل كويس جدا مع هذا الفريق لمده 3 اعوام. طبعا اهلا وسهلا كابتن محمد. السلام عليكم. ازيك يا كابتن احمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه طيبين وانت بالصحه والسلامه يا حبيب قلبي. كابتن محمد طبعا انت في انتظار طبعا وايديك على قلبك في انتظار القرعه، تمام، اللي هي هتتوج ان شاء الله النادي الانتاج الحربي او الاهلي ببطل مسابقه 2006 لبطوله دوري الجمهوريه للانديه الممتاز الف. كابتن محمد طبعا عايز اتكلم عن هذا الفريق، انا على ما سمعت 3 سنين موجودين معاك هذه المجموعه من اللاعبين، فطبعا عايز اتكلم عن اللاعبين المميزين يا كابتن محمد، والمجهود اللي وافر منك لعمل فريق محترم يليق باسم الانتاج الحربي.
والله انا بقالي 4 مواسم مع الفريق. 4 مش 3 كمان، كويس. 4 احنا من اول ما تولينا يعني كان برضه طموحنا ان احنا بنشتغل على الخطه يعني طويله الاجل شويه، ان احنا بنعد لعيبه من اول خالص في الانتقاء بتاعنا والبرامج التدريبيه اللي شغالين بيها، ان احنا نعد لعيب يلعب بموري تمام. حتى من هو كان لسه صغير في البرامج. فانا الحمد لله يعني يكاد يكون نجحنا في الموضوع ده كله، والمركز اللي احنا فيه احنا وعدنا النادي واداره النادي ان احنا هنبقى في اول 4 مراكز في ده انت الجمهوريه. اول اهوت وبسم الله ما شاء الله، يعني الحمد ممكن لله قرعه. الحمد لله ده توفيق ربنا وكرمه والله. كابتن محمد، طبعا الجهد الاكبر طبعا تمثيل المنتخب الوطني لمواليد 2006، هل تم اختيار بالفعل بعض اللاعبين من فريق الانتاج الحالي لمواليد 2006؟ لا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كان عندنا 6 لعيبه راحوا الاول تجمع، وفي ناس فيهم برضو كملت في تاني تجمع، حوالي 6 لعيبه بالظبط، 2 مساكين وباكرايت وباكليفت تمام وتزندر وهاف، بس في ولد يعني لم يصبه يعني الحظ زي ما بيقولوا كده، جاله جواب من التجمع. المعسكر بس جاله صليب اسمه علي عادل، يعني ده هيبقى ان شاء الله من اللعيبه اللي هتلعب درجه اولى، هتلعب منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله كابتن محمد كده. وكابتن محمد انت مستمر ان شاء الله الموسم القادم مع هذا الفريق؟ ان شاء الله ان شاء الله يشرفنا، يعني انا يعني الانتاج الحربي برضو، واحنا في زي يعني ميكس كده كويس او في كاريزما كويسه ما بيننا وما بين الاداره الحمد لله، واحنا الحمد لله عاملين شغل كويس ونتائج كويسه، ودي ظاهره الحمد لله من بقالها سنه او سنتين ان احنا من الفرق المميزه الحمد لله في قطاعات ال 2006 او قطاعات الجمهوريه الف او ب. الاختبارات يا كابتن محمد، يعني بالنسبه لو جالك لعيبه كويسه مميزه، هل بالفعل سيتم انضمامها لهذا الفريق؟ تمام يا فندم، احنا المدير الفني اللي ما يجددش كل موسم تمام يبقى هو مش هينجح في تطوير الفريق. صح، فانا الحمد صح. لله كل سنه بندخل لعيبه وبندي فرصه للعيبه قبل كده كانت كويسه في المراحل اللي قبل كده، كانت في المراحل كانت كويسه تمام، كانت موهوبه وحريفه وكل حاجه، صابرين عليهم لغايه اما نشوف ان شاء الله ربنا يكرمهم كده على الملعب الكبير يبقى بمستوى كويس، لان هم عندهم الموهبه والمهاره، فاي حد هيبقى كويس طبعا هيفيد الفريق لازم يبقى موجود ان شاء الله. كابتن محمد احنا طبعا بنشكرك على هذا المجهود الوافر من الجهاز الفني صراحه في اعداد فريق قوي، واول مره نشوف فريق الانتاج الحربي صراحه في جميع المواليد المختلفه متصدر مع النادي الاهلي في متساوي مع جميع في جميع النتائج، اذا كان مواجهات مباشره اذا كان فوز او هزيمه او طبعا له او عليه من بالنسبه للاهداف. كابتن محمد اتفضل. احنا يعني الشكر طبعا، احنا منظومه عمل مش واحد بس ولا اثنين، لو يا ريت تذكر لنا يعني الجهاز الفني كابتن محمد كده كمدير فني. لا اولا رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس اداره للسيد اللي هو اشرف عامر تمام، السيد العميد حسام شرويني مدير عمل النشاط الرياضي العميد عادل عبد الفتاح، مدير قطاع الناشئين كابتن ماهر همام طبعا تمام، مدير اداري كابتن فهد عبد الله الفقير المدير الفني، في معايا اخويا المحترم جدا كابتن احمد عبد الله نجم نادي الزمالك وطلاع الجيش تمام، كابتن محمود خليل مدرب حراس مرمى، كابتن نبيل سعد نجم نادي الاعلاميين واتصالات اداري، معايا دكتور محمد عبد المجيد او محمد عبد الحميد اخصائي علاج طبيعي، وعمال المهمات عم مجدي وعم محمود وعم عصام واحمد، كل الناس طبعا وأولياء الامور واللعيبه الرجاله، هم دول دي منظومه النجاح الحمد لله رب العالمين اللي ربنا موفقنا بيها يعني. كل التوفيق ان شاء الله والامال لفريق الانتاج الحربي، وانتظرنا كابتن محمد ان شاء الله طبعا ايه هنعمل له قرعه علنيه كده على الفائز لبطوله الدوري، طبعا قرعه توقعيه بنتوقع بقى مين اللي هيكسب القرعه ان شاء الله باذن الله في الفقره الثانيه او الثالثه باذن الله من البرنامج. شكرا جزيلا كابتن محمد عبد الله المدير الفني لنادي الانتاج الحربي مواليد 2006 اللي عامل شغل كويس جدا، ومن المدربين الاكفاء المتواجدين داخل النادي صراحه حاجه محترمه جدا، الفريق الوحيد في النادي طوال فتره اشراقه في مسابقات دوري الجمهوريه ويحتل المركز الاول في بطوله الجمهوريه. كابتن صلاح، يعني احنا بنتكلم عن بطوله جمهوريه واولاد مواليد 2006 تم اعدادهم في خلال 3 سنوات او 4 سنوات، هل بالنسبه لقطاع البرام سيتم اعداد مثلا فريق 2007 بحيث ان يكون ليه شان؟ السنه اللي فاتت كان عامل شغل كويس في نادي حدائق حلوان وعملوا نتائج طيبه، هل انت برضو نفس النهج ان شاء الله هذا الموسم في نادي ابو قير؟ باذن الله، واعلى شويه احنا حطينا قاعده الموسم الماضي كان موسم بسبب الكورونا ربنا يرفع عننا البلاء، امين كان يا رب. بعتبر موسم الى حد ما مش
مش كامل. ان شاء الله باذن الله الموسم ده نعمل فتره اعداد كويسه بمعسكر كويس، نخش على الموسم ان شاء الله باذن الله يكون لنا في المنافسه نصيب ان شاء الله، ونشتغل لحاجه كويسه ان شاء الله باذن الله، ان يكون اللعيبه المميزه السوبر في انديه الدوري الممتاز الموسم الجديد، والفرقه تكمل ان شاء الله باذن الله، يكون لها قاعده ان هي تفضل مستمره ان شاء الله باذن الله في النادي. اسلام كلمنا عشان قطعت حديثك عشان المكالمه التليفونيه، بقول لك بالنسبه يعني بدايتك كانت في نادي شوها وبعديها رحت فين بقى؟ بطرة مع الفريق الاول ولا الناشئين؟ الفريق الاول. تمام. فجالي اصابه وفضلت سنه في البيت، طبعا الاصابه بعدتني بس الحمد لله، يعني بشكر طبعا الشكر الاول لحضرتك والكابتن صلاح الحافز الاول ليا ورجعتوني، وباذن الله بقى يعني الحمد لله تعافيت من الاصابه، الحمد لله تعافيت وجاهز وأدي موسم باذن الله ممتاز مع نادي ابو قير، دوري اسكندريه قوي خلي بالك. انت مركزك ايه بقى قلت لي؟ انا بلعب هاف يمين وهاف شمال. يعني بتلعب هنا وهنا؟ هنا وهنا. طب كويس، نشوف حاجه وباك وباك يمين برضه. تمام. كابتن صلاح، يعني عايز اعرف بقى خطتك بعد العيد مباشره، هل استئناف تدريب بدايه التدريبات تمام واستئناف الاختبارات، ولا الاجنده فيها ايه؟ في مجموعة لاعبين كانوا مميزين كانوا موجودين في 2007 دول هنحطهم إن شاء الله بإذن الله قوام عليهم. تمام. هننزل نعمل اختبارات في الأكاديميات إن شاء الله بإذن الله في الكرة والريف والنجوع، اللعيب اللي هو لعيب النادي مش الموهوب بس، اللي هي الموهبة اللي تصلح إن هي تكون فيما بعد إن هي تكون لعيب نادي، طبعا ده حسب ثقافة حسب تربية حسب حاجات كتير بتبان في الملعب وبتظهر في موهبته، هنشوفها ونختارها على اساسها ان شاء الله باذن الله، نعمل مجموعه لاعبين كويسين قويين ينافسهم ان شاء الله باذن الله، نكون سبب في مساعده الموهوب ان احنا ناخد بيده ان شاء الله ليظهروا للانديه الممتازه ان شاء الله باذن الله، جزء استثماري والجزء ان احنا يكون عندنا قوام فرقه نبني عليه الموسم الثاني ان شاء الله باذن الله، وننافس بيه ان شاء الله باذن الله، نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. اسلام، تطلعاتك في الفتره المقبله بقى، يعني انت تطلعاتك ايه؟ هل النادي ابو قير محطه لك هدف محدد؟ انا سمعت ان انت حاجه كويسه جدا في نص الملعب وهاف، يعني لعيب كويس جدا، ولكن تطلعاتك ايه بقى؟ انا هدفك ايه؟ انا هدفي باذن الله ان انا كل تركيزي الفتره الحاليه مع نادي ابو قير. تمام. بعد كده ربنا يسهل وباذن الله تقدم خطوه، بس كل تركيز الفتره الحاليه ان انا اجهز لنادي ابو قير اقدم معاهم موسم كويس ونحقق الصعود باذن الله ان شاء الله. حبيبي كابتن صلاح، اختيارك للمدربين، هل فعلا تم اختيار بعض المدربين اللي في قطاع المران؟ في بعض المدربين لكن لسه ما وصلناش لاخر قرار فيهم، لان طبعا معلش انا مش هشتغل استثمار للفلوس خالص ان كان مدرب او لعيب، فكل الناس لازم تضحي بالنسبه لفرقها، احنا في نادي استثماري لكن احنا عايزين يعني نعدي حلقه الفلوس، توازن ما بين نحط يعني كل العينين على اللعيب الاول، ولما نستثمر فيه واللعيب ده يمشي من تحت ايدك وتعمله وتتعب معاه يجتهد معاه، وبنفس الموضوع اللعيب يجتهد مع المدرب، مفيش نجاح من غير مدرب للعيب، ومفيش نجاح للمدرب للعيب من غير مدرب. تمام. نوصل الاول بالمنظومه دي وبعدين نعدي بقى ان شاء الله الى بر الامان في اخر الموسم وبعدين نتكلم في اي حاجه ان شاء الله باذن الله. قول لي كده بقى، يعني انت حابب شكر خاص كده عايز توجهه لمين؟ انا اولا الحمد لله يعني الحمد لله بشكر حضرتك وحضر الكابتن صلاح انك وقفت جنبي ورجعتوني تاني، وباذن الله مش هخذلكم الفتره الجايه، وبقدم الشكر لوالدي ولوالدتي اللي جنبي وسندوني، واللي انا يعني اقدر مش لو اديت لهم كل الدنيا مش هيكفيهم لانه وقفوا جنبي بطريقه كويسه الحمد لله، وبشكر اهلي كلهم اللي هم وقفوا جنبي وسندوني. ربنا يوفقك كده ان شاء الله يا اسلام باذن الله. كابتن صلاح برضو، يعني انت حابب تشكر مين بقى؟ طبعا ربنا الاول ثم ابويا وامي ربنا يرحمهم برحمته الواسعه، كل الناس اللي ساعدتني، كابتن علي السيد، كابتن احمد فواز، كل الناس اللي ساعدتني، مدام فاتن طبعا في الفتره الاخيره كان عندي شويه مشاكل وعقبات
بالنسبه للناس كتير كانت بتحاربني الفتره اللي فاتت عشان انا بجتهد كتير وبتعب كتير. ففي ناس ربنا يهديهم يعني سبوبه وحاجات فما بيعجبهمش حال الاجتهاد ده، ما المجال معروف بصراحه يعني سندتني الفتره اللي فاتت هي اداريه لها كل احترام وتقدير. طبعا كانت معايا في 2007 سندتني كتير جدا في الوقوف في ظهري اداريه، بس صراحه اداريه نشطه فهمانه بتتعامل مع اولياء الامور بطريقه محترمه جدا كويس، بتحب العدل للعيبه، ما بتحبش الظلم لاي لعيب موهوب طالما يستحق يلعب، ما بتزعلش، اعطيلك فرصه ان انت تشتغل حتى لو ولي امر زائل او تنشن او حاجه، هي بتروح تكلمه بتبعد بعيد عنك كل الكلام ده، سايباك تفكر في الملعب، سايباك تركز مع اللعيبه. ان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه الموسم ده ان شاء الله باذن الله مع المدربين المحترمين اللي هيبقوا مفاجاه في منطقه اسكندريه باذن الله، كانوا يستحقوا يمسكوا في دوري ممتاز من سنين فاتت. منطقه اسكندريه دوري قوي خلي بالك، وطبعا انا براهن من هذا البرنامج ان في مدربين هيمسكوا ان شاء الله باذن الله في نادي ابو قير في قطاع البراعم، كانوا يستحقوا يمسكوا في دوري ممتاز وكان مهضوم حقهم الموسم الجديد باذن الله. هم موجودين في الاكاديميات وتحت ايديهم مواهب تستحق الاحترام والتقدير واللعب في انديه سوبر ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوف الكرام الكابتن صلاح عاطف المدير الفني لقطاع البراعم بنادي ابو قير، شكرا جزيلا. بشكرك كابتن، بشكرك وبشكر اللاعب طبعا اللاعب اسلام ايمن اللاعب الموهوب مواليد 98 لاعب الفريق الاول بنادي ابو قير الرياضي. شكرا اسلام. شكرا لحضرتك يا كابتن. هنطلع لفاصل ونستقبل لاعبين من لاعبي قطاع نادي قطاع البراعم بنادي ابو قير الرياضي. رجعنا لكم تاني، طبعا انضم الي في الفقره الثانيه اللاعب عمر صبري عزازي، طبعا لاعب مواليد 2007 لاعب موهوب بقطاع البراعم بنادي ابو قير الرياضي. اهلا وسهلا عمر. عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ تمام. كابتن صلاح يعني انت موجود معانا برضه، عمر من اللعيبه الموهوبه اللي طبعا كان لها بصمات في مباريات الدوري الموسم المنقضي، عايز اتكلم عن عمر كده في وجودك برضه لان انت كنت المدير الفني بتاع عمر. عمر موهبه كويسه جدا، خامه مبشره ان شاء الله باذن الله، مهاري كويس جدا جدا جدا. عنده كانت مشكلته عنده البدني عنده ضعف في رجليه في العضلات، عملت له بعض الحاجات اللي التهويه، زودته بدني شويه، لكن احنا شغالين لسه عليه. لكن هو في الفترة الأخيرة ماشي كويس، في آخر 6 مباريات وديين كان ماشي كويس وكان له بصمة في كل مباراة، كان بيعمل استاتستات كويسة، كان عامل شغل كويس جدا جدا في المباريات الأخيرة، جايب أهداف كويسة، عامل شغل كويس جدا، كانش عنده جرأة كمان إن هو يحط من بره ال 18 ويروح بوشه، كان دايما يوصل لل 18 وبلف وبيرجع. الوقت عنده جرأة على الجون دايما، في حاجات بتتغير فيه وانا متابعه دايما لان هو معايا فترة معايشة بقاله فترة. بصراحة مامته مش مقصرة معاه في حاجة، اهله مش مقصرين معاه في حاجة، الناس كلها شغالة له ان هو يبقى لعيب كورة باذن الله، وان شاء الله باذن الله نتبشر له ان شاء الله بمستقبل كويس باذن الله. عمر قول لي بقى، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. جدع عمر. الزمالك كسبت امبارح ولا تعادل؟ لا انت متابع يعني، تعالى مع بيراميدز والاهلي خسر؟ خسر وغزل المحل. طيب انت مواليد 2007 عايزين تنضم لمنتخب مصر كده ان شاء الله؟ ان شاء الله. قول لي بقى انت مركزك ايه في الملعب بقى؟ بلاي ميكر شمال. بلاي ميكر. بتلعب شمال ويمين؟ تمام. قول لي احسن مباراه لعبتها بقى. احسن مباراه لعبتها كانت مع ابو الحديد والصلب. تمام. ماتش الحديد والصلب في الدوري عملتوا ايه؟ لعبنا وكسبنا. تمام. انت من اللعيبه المميزه واللعيبه المميزه اللي هي اللي يعني ايه، عايزين نشوفك في حاجه كويسه كده ان شاء الله عمر باذن الله. ان شاء الله. ماشي. والدك مساعدك ووالدتك مساعدينك كده اللي انت في
في الكوره؟ طبعا لهم كل الشكر والتقدير. طيب قبل ما نبدا حديثي بقى معاكم انتوا الاثنين، القرعه بقى بتاعت الايه اللي هيكسب، الاهلي ولا الانتاج الحربي؟ احنا قلنا عمر اللي هيختار بقى الايه القرعه. مين بطل مسابقه مواليد 2006 لبطوله دوري الجمهوريه؟ انا طبعا يعني الكابتن احمد مجاهد من الشخصيات المحترمه جدا اللي عامله شغل كويس ما بينامش لمصلحه الكره المصريه، عامل حاجه محترمه جدا وحاجات كويسه، ولكن النقطه ديت جميع هي ماشي ما فيش مشاكل لوائح، ولكن تساوف جميع كل شيء، قرعه حتى حدد البطل مسابقه بطوله جمهوريه، ولكن برضه هنبقى نشوفه الراي الاخر شكله ايه، ولكن احنا اهو هنعمله قرعه. اختار يا حبيبي، خد يا عمر، اختار اليمين. لا انت بايديك كده اختار اي واحده، ده الاهلي وده الانتاج الحربي، شوف اللي انت عايزه اهمت، شوف اللي انت عايزه ايه، اختار واحده وهنعلنه عنه. طلعت ايه؟ ده بطل بطوله دوري الجمهوريه مواليد 2006. انت زملكاوي يا عمر؟ الانتاج. تمام، الانتاج الحربي بطلا لمواليد 2006. طبعا دي قرعه توقعيه. تمام، نتمنى طبعا فوز النادي الانتاج الحربي بهذه البطوله، ولكن علشان بس الجهد المبذول وحاجه محترمه جدا ان فريق بينافس برضه في ظل الامكانيات غير المتوفره زي النادي الاهلي، ولكن فريق كفء بقياده جهاز فني عالي على اعلى مستوى. القرعه التوقعيه طبعا الاهلي في المركز الثاني والانتاج الحربي في المركز الاول، وفي انتظار القرعه الحقيقيه باذن الله في الاتحاد المصري لكره القدم اللي احتمال بشكل كبير تكون يوم السبت او الاحد القادمين باذن الله، وهننتظر نشوف مين. بس احنا في البرنامج هنا الانتاج الحربي بطلا لمواليد 2006 في بطوله دوري الجمهوريه. كابتن صلاح، طبعا نادي الانتاج الحربي ذخيره من اللاعبين، طبعا كابتن محمد عبد الله عامل شغل كويس جدا، تمام، افرز لاعبين جيدين، ان شاء الله عايزين نعمله بقى مباراه وديه ما بين الناديين، ان شاء الله تحضر له فرقه كده كويسه محترمه 6 أو 7 باذن الله، بحيث يلعبوا في القاهره باذن الله. باذن الله باذن الله. قول لي عمر كده بقى، يعني انت شبيه مين في الملعب؟ لاعب محوري، لاعب كويس جدا، لاعب اداؤه كويس في الزمالك. بن شرقي. بن شرقي؟ يا مثلا نشوفك حتى اخو شرقي، بلاش بن شرقي. انت من لعيبه كويسه كده، انت بتلعب زيه كده؟ شبيه. شبيه ليه؟ في كل حاجه؟ في حاجات. في حاجات ايه هي بقى عايز اعرفها؟ المهاره. المهاره، المراوغه الجيده، بتراوغ كويس قوي. والاسيستات. تمام. الكرات البينيه كويسه، تمام. تسديدات على المرمى مفيش؟ هو الى حد ما تسديدات على المرمى، بس مش شوط يعني جامد قوي، مش كتير، هو بيلف بس مش قوي. تمام، ربنا. والضربات الثابته؟ الضربات الثابته تمتاز فيها؟ نص ونص. تمام. كابتن صلاح، عايز برضو نتكلمه عن القطاع ال 2008، هتلعب دوري 11 تقريبا السنه دي ولا هتلعب سباعي؟ والله انا اخترت، طبعا هي مسابقه اختياريه، اخترت السباعي. اخترت السباعي لان في لعيبه كتير 2008 هتظلم في ال 11، لان في بعض الاكاديميات مش بتشتغل للكوره، فبتشتغل للسبوبه، فحتى لو اخترنا منهم الموهبه صعب جدا ان انت تجيبه مثلا من ملعب خماسي او من ملعب سداسي وتحطه في ملعب 11 وهو ما عارفش ازاي يقف في ملعب 11 وازاي يتحرك في ملعب 11 وكله هيجري ورا الكوره وحاجات من دي. فخلينا نطلع بوز درجه الموسم ده، ان احنا نحط له درجه ثانيه اللي هو الملعب السباعي، واحنا شغالين في حين التمرين ان احنا نفتح عليه الملعب، المدرب يفتح عليه الملعب ونحط خطه معينه ان هو يطلعه من تحت ايده ان هو لاعب 11 الموسم الايه القادم. تمام، برضو دي حاجه كويسه برضو، يعني ادام ما فيش جاهزيه دلوقتي لا نصبر على الوقت كمان سنه بحيث يلعب المسابقه عشان بس اللي يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره ما نتبحش اللعيب او نظلمه او ما فيش عدم جاهزيه، عادي ما فيش مشكله لما يجهز لعيب للموسم القادم يلعب مسابقه ناشئين على ملعب 11، دي برضو حته كويسه. مش تمام، وحتى هو النهارده في حكم البرا، يعني هو النهارده كمان في حكم البرا، ما انت ما بتظلموش ولا حاجه. انت بتطلع بالمراحل العمريه الواقعيه في حتى مع الملعب، يعني السنيه مع العقليه مع الملعب. تمام، لحين الموسم القادم بقى ان شاء الله هيبقى في قطاع الناشئين، عشان هو 2007 اللي هيلعب ناشئين الموسم ده. تمام، فهتمشي مع العقليه مع المرحله العمريه بتاعته،
مع كمان تنمية العضلات بتاعته كمان بطريقة معينة هيبقى لعيب كويس الموسم الجاي تستلمه لعيب ناشئ كويس. تمام. قول لي كده عمر انت منين بقى عمر؟ من سينا. من سينا شمال سينا، شمال ولا جنوب؟ لا شمال. شمال. منين بالتحديد؟ مواليد العريش بس مقيم في بئر العبد. في بئر العبد. وبتيجي المسافة ديت يا عمر؟ بتباتوا برضه في القاهرة؟ بنبات في دمياط. تمام. وبتيجي المسافة دي يعني هي دمياط كابتن قريبة من شمال سينا؟ ولا فرق قد ايه؟ يعني حوالي مثلا 3 ساعات ونص 4 ساعات. طب بالنسبة لأولاد شمال سينا يعني أنا عارف إن القطاع فيه حوالي بتاع برضه عدد تمام من شمال سينا برضه عشان شمال سينا مهمشة تمام. بالنسبة في المادة الإعلامية تمام بالنسبة للرياضيين تمام. احنا اهو بنفتح بابنا لأبناء شمال سينا في جميع المواليد طبعا من الفريق الأول حتى قطاع البرامج كابتن صلاح تمام. شمال سينا طبعا في هنا معا. نقطة عشان بس كل حد ياخد حقه لما مدام فاتن كلمتني في الأول على الفيس واختارت ان انا اكون مدرب لأولادها في شمال سينا اول كلمه قالتها ما قالتش ابني ولا قالت حاجه قالت لي في مجموعه لاعبين من شمال سينا. طب هنرجع للاعيبه جمال شمال سينا بس ان ايه معانا مكالمه تفريه من معلقنا الرياضي الجميل بالتلفزيون المصري الكابتن فريد الجزار. اهلا وسهلا كابتن فريد. كابتن احمد برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام وبرنامجك الجميل الرائع. حبيبي كابتن فريد. كابتن فريد عايز اتكلم عن طبعا تذبذب المستوى للنادي الاهلي وكذلك نادي الزمالك وفقدان اكثر من نقطه في خلال اسبوع بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن فريد بص يا كابتن احمد فضل. الفرقتين بيسابقوا بعضيهم على اللي يخسر النقاط ودي مشكله كبيره. النهارده مستوى النادي الاهلي ومستوى نادي الزمالك مستوى متذبذب يعني فقدان نقط كتير جدا في وقت الزمالك والاهلي محتاجهم بشكل قوي وفعال. تمام. لا لازم اعرف حسابات من المدير الفني النادي الاهلي موسيماني وايضا كركرون في ضغوط يا كابتن في ضغوط عليهم وضغوط مباريات مؤثره بشكل سلبي على اللاعبين عشان تسافر هنا وتسافر من المحله ومن المحله اسكندريه وايضا الزمالك بيسافر هنا وهنا فبيضغط كتير جدا. انت عندك قائمه 30 لعيب تمام انت معتمد على 13 او 14 لاعب بس فين الباقي؟ طب ما هو ده ارهاق يا كابتن احمد. تمام يا كابتن. دي بتسبب مشكله كبيره واللي نفسه طويل هو اللي هيكمل مشوار بطوله الدوري لكن لسه بدري جدا. بس عايز اقول لك حاجه كابتن فريد بس طبعا فقدان النقاط من الاهلي او من الزمالك بيدي بريق للدوري وبيدي طبعا نوع من الحماس وطبعا نوع من الحماس الزائد تمام ان فريق خاصه فريق كسب هيبقى لعبه الكراسي الموسيقيه افضل من النادي الاهلي مثلا او الزمالك يطلع الاول بفرق 17 20 نقطه وشكل جميل تمام فبالتالي هتدي منافسه وصعب حلو يعني هتبان بوادر الدوري بعد مباراة الأهلي والزمالك اللي في كلام على طاقم التحكيم يكون الكابتن محمد الحنفي أو الكابتن محمد عادل. أنا وجهة نظري برشح الكابتن محمد عادل مع احترامنا الكامل للكابتن محمد الحنفي لكنها هتبقى مباراة صعبة وأيضا بنتمنى فوز النادي الأهلي على صن داونز لأنها مباراة صعبة جدا جدا أكيد طبعا جداً أكيد طبعا كفريق بطولة أفريقيا كل قلوب المصريين زملكاويه اسماعيلاويه مصراويه اسكندرانيه مع النادي الاهلي لكن محتاج الراجل موسيماني يخف شويه من التصريحات محتاج يخف شويه من الانفعالات في المؤتمر الصحفي مش كل مباراه يا كابتن احمد هيخسر او يتعادل فيها هيطلع ينفعل في المؤتمر الصحفي ما ينفعش ما ينفعش لا النادي الاهلي كبير بموسيماني من غير موسيماني وايضا الزمالك كبير بكارتيرون او غير كارتيرون لكن لابد الدعم الكامل للاهلي والزمالك في الفتره اللي جايه لان هيكون في فقدان نقاط كتير جدا المرحله اللي جايه. الزمالك بيلعب دلوقتي يا كابتن فريد؟ نعم يا كابتن احمد. الزمالك بيلعب النهارده؟ مين؟ الزمالك. لا لا الزمالك هيلعب المباراه القادمه الاهلي هيلعب الزمالك هيلعب الاهلي هيلعب مع الاتحاد يا كابتن احمد تمام ومباراه الزمالك القادمه اعتقد هتكون مباراه قويه اي مباراه فعلا.
شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار، طبعا معلقنا الرياضي بالتلفزيون المصري. طبعا النادي الاهلي والنادي الزمالك لما ده بيفقد نقاط بيبقى فيه شكل جمالي وفيه استمتاع طبعا وحلاوه للدوري المصري. فرق النقطه هنا طبعا خساره نقطتين هزيمه تعادل بيدي شكل للدوري المصري، غير ان فريق زي الاهلي او الزمالك يتصدر البطوله بصيت 25 نقطه فرق عن الاول او الثاني، وضمن طبعا او انهى جدول المسابقه وفوزه بالدوري قبل انتهاء المسابقه بثلاثة او اربع اسابيع. ولكن لا، الموسم ده حاجه ثانيه خالص، مش عارفين مين اللي هياخد الدوري، وده الحاجه الجميله في الدوري المصري هذا الموسم. طبعا كابتن صلاح عايز اتكلم برضو عن قطاع البراعم بالنسبه لشمال سيناء. شمال سيناء طبعا زي ما انت اشرت لهم طبعا الاولويه في كل حاجه، لهم اهتمام. طب هيكون في سكن للعيبه؟ ان شاء الله باذن الله. انت موفر سكن للعيبه؟ ان شاء الله باذن الله، حتى في خطه عمل كويسه ان شاء الله باذن الله، طبعا بمساعده رئيس الجهاز المحترم الكابتن احمد فواز اللي بشكره كتير جدا على تجديد الثقه فيها للموسم الثاني. ان شاء الله باذن الله هيبقى في سكن في اسكندريه، ان احنا نسافر قبل المباراه بيوم ونعمل تراي ماتش ان شاء الله باذن الله في الملعب في اسكندريه، ويروحوا على السكن يناموا بطريقه معينه بدري، يبقى تحت ايد اللاعب دايما. تمام، ده بالنسبه للماتشات. بالنسبه للتجهيز هيبقى ان شاء الله باذن الله في معسكرات على الرمله، في معسكرات في المياه، في ماتشات وديه بطريقه برضو محترمه، فتره اعداد ان شاء الله باذن الله احنا هنمرن في القاهره بحيث ان احنا نعمل ماتشات قويه مع انديه دوري ممتاز القاهره ودوري ممتاز ب في القاهره باذن الله، طبعا بقياده حضرتك ان شاء الله باذن الله، وبالمديرين الفنيين المجتهدين ان شاء الله اللي ناويين يعملوا حاجه ويعملوا اسم لنفسهم ان شاء الله باذن الله، واسم اللعيبه ان شاء الله ربنا يوفق كل اللعيبه وكل المواهب ان شاء الله تاخد فرصها وما نكونش ظالمين في حق حد ان شاء بإذن الله. عمر بقى انت يعني انت شبيه بن شرقي وعايزينك تطلع زي بن شرقي كده، حاجه كويسه حاجه جميله. بتحب بقى لعيبه مين بقى في العالميين بقى؟ بحب مارادونا. مارادونا تمام. انت جيل قديم بين عليك. ايوه. كريستيانو تمام وميسي تمام. كابتن صلاح حابب تشكر مين في الختام؟ اشكر طبعا ربنا ثم ابويا وامي ثم حضرتك على تجديد الثقه ثم مدام فاتن طبعا ثم اولياء امور اولاد شمال سيناء اللي جددوا فيها الثقه يعني من فتره، وولادهم مقيمين عندي اقامه كامله، تدريب، معيشه، كل حاجه. اللعيبه دي اصولها تاخد حقها، ده اللي بيجري ورا هدفه بتبهدل بتصرف عليه، ابوه بيتعب بالجنيه وبيصرف عليه، اللعيب كمان بينام بطريقه معينه، بيقوم يصلي، ملتزم، محترم، ده اللعيب اللي تقف في ظهره، ده اللعيب اللي تساعده. فانا بتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد ان شاء الله باذن الله. عمر بقى حابب تشكر مين بقى؟ عمر بقى واقف جنبك ومساندك ونعم بالله، ثم الكابتن صلاح، كابتن احمد فواز حبيبي، وماما وبابايا وعمي واسلام اخويا. حبيبي يا عمر، واحنا بنشكرك يا عمر. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوف الكرام. هنطلع لفاصل سريع ونستقبل اللاعب محمد سلامه الشهير بشيكو واللاعب عماد هشام علام لاعب نادي المولين العرب.